أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة من برنامجكم من مكتبتي. وضيفنا متواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بغازي، مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة بغازي. أنا شدني هذه بس المروح. إيه وي هذه أيام طيبين فاهمين نستخدمها الحين. إيه هذه المروح إحنا يعني قبل ما كان في تكييف مركزي. إيه نعم. كان مراوح NEC. اي عادي مروحه وغير البنك اللي موجوده. اي نعم بس البنك تدوخ تسبب صداع. اي والله صدق الحين السويتشات مالت البنك يبيعونها على الهوات ولها قيمه. اي الماء القديمه هذيك. اي والله انا ذاك اليوم مزاد ولا حاطينها على لوحه خشبيه شريتها. اي حلوه. اي والله مالت طبعا الخمسينات يمكن اول ما سكنوا طبعا في البيوت الخمسينات والستينات بيوت القديمه. طيب ليش قبل الجرس لازم يكهر؟ لا اي جرس قبل والله لازم يفكر والله كهرب. هذه طال عمرك وفايد للرأي العام موافق 13 مايو 1972، الكويت تقترب من بطولة آسيا بفوزها على كوريا 2-1، غدا اللقاء مع كمبوديا. هني مثل ما قلت لك بغازي هذه تصفيات كأس، قصدي هذه كأس آسيا. نعم. الخامسة التي أقيمت في بانكوك سنة 72، منتخب الكويت راح هناك ونص الفريق مو وياهم. نعم. أبطال الخليج أكلمك عن جاسم يعقوب، محمد شعيب، علي الملا، بعد منو؟ جواد خلف. لا جواد خلف وياهم. نعم. مجموعة من اللاعبين ما راحوا. أحمدي وياهم. نعم. إبراهيم دريهم وياهم. إبراهيم خشب لا ما كان وياهم. أي. بعد من وياهم خلف سطام وياهم اعتقد. نعم. محمد سلطان رحمة الله عليه. أي. احرز هدف جميل جدا، الكل في تلك الفترة كانوا يمدحون الهدف، تسديده تقريبا من 30 ياردة. حمد محمد وياهم. فلعبنا هناك فزنا على تايلاند. نعم. اعتقد 2-1، وفزنا على كوريا 2-1 في مباراة من اجمل مباريات كوريا لعبوا. نعم. على النهائي. ها نعم. لكن احنا خسارتنا مع كمبوديا اللي غير متوقعه. غريب والله فايد 4-0. 4-0 قول لي والله انت يعني انا استغربت. انا كان يعني وقتها الاتحاد الكويتي لكره القدم اصدر عقوبات واصدر في 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 يعني مجموعه من اللاعبين. المباراه غريبه يعني. هو يعني ما صار هناك يعني مثل ما تقول في تلك المباراه يعني الفريق ما كان في 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 يعني في قمه مستواه. نعم. تخاذل، مو ما نقول تخاذل، تهاون. نعم. بعض اللاعبين استهتارهم بالفريق هذا. نعم. لكن المباراة انقلبت عليه. فازت الكويت أمس على كوريا الجنوبية بهدفين لهدف واحد بمباراة المجموعة باء لكأس آسيا ببانكوك، ورغم تقدم كوريا بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، إلا أن الكويت بفهد استطاعت إحراز هدف التعادل من محمد سلطان في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ثم إحراز هدف الفوز في الدقيقة 29 من الشوط الثاني سجله إبراهيم دريهم. هنا طبعا جرى العرف ان إبراهيم دريهم اغلب اهدافه مع المنتخب بالذات. نعم. من ركلات جزاء، لكن الهدف هذا مو من ركلات جزاء. نعم. لان وقتها كان يلعب باك. نعم. ويقام غدا لقاءنا مع كمبوديا. لحظه، هذه اي تاريخ؟ هذه عشان ادورها لك. مع كمبوديا. هذه 13، يعني 14 مع كمبوديا، يعني 15 ينشرون، يعني 15 مايو 1972. ان شاء الله لاقيها. ان شاء الله. يقام لقاء مع كمبوديا، وفي حال الفوز تتصدر الكويت بطوله مجموعتها وتدخل في دور الأربعة المنافسة على البطولة. حساف والله. شوف هني هذه الصورة أبو فهد، أحمد طرابلسي ينقذ مرماه بتوقيت المناسب في الانقضاض على الكرة. هذه طبعًا أحمد طرابلسي هجمة خطرة. يعني الوقت هذا كان وقت أحمد طرابلسي السبعينات لغاية 82. نعم. لا صوت يعلو على صوت أبو عبد الرحمن في حراسة المرمى. الله يحفظه إن شاء الله. روح طبعا. بس شو رايك نطلع فاصل على ما نتعمق بالاخبار من داخل؟ يعني اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وكنا نتكلم في البارت الأول مع جريدة أو صحيفة الرأي العام في مايو 13 مايو 72. إيه والله هني في صور جميلة وفهد، بس طبعا ظاهر من التلفزيون. ما شاء الله عليك أحسنت.
في مباراة شيقة انهزمت كوريا الجنوبية 2-1 أمام الكويت. طبعا هذا هدف تعادل الكويت اللي أحرزه محمد سلطان نجم مباراة من كرة قوية ومفاجئة من حوالي 30 ياردة. ما شاء الله شويت محمد سلطان. محمد سلطان الجول هذا صار يضرب فيه مثل لدرجة أنه بعد سنتين جاسم يعقوب أحرز هدف على كوريا الجنوبية نفسهم. نعم. بيمين أبو حمود كان هدف من أجمل أهداف، والهدف هذا مصور. نعم. في دورة العاب الأسيوية اللي قيمت في طهران 74. نعم. فخالد حربان قال أي محمد سلطان يعني 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 أقوى من تسديد محمد سلطان. نعم. في 72 في. نعم. بانكوك. هذا جمهور المشجعين حاملين علم الكويت عاليا بعد إحراز دراهم هدف الفوز. سفير جمهورية مصر والقائم بالأعمال السعودي يهنئان الفريق والفوز بعد المباراة، نزلوا احضروا. إيه احنا كنا راح نلعب قبل النهائي. إيه حمد أبو حمد على الأرض وسلطان يحاول مساندته، سلطان يعقوب يمكن أو محمد سلطان والله ما قد تعاون الاثنان في الناحية اليسرى. محمد سلطان. إيه لاعب الوسط سلطان ودريهم سجلا هدفين مباراة. إيه محمد سلطان. غدا اللقاء مع كمبوديا في آخر مباريات البطولة. طبعا كيف فازت الكويت؟ لعبت 4-2-4. يعني خلينا نشوف نستعرض التشكيله فهد عشان نشوف من اللي ناقص. مثل ما حكم المباراه طبعا حكم تايلندي وعاونه حكم من ايران وصبحي اديب من العراق. مثل الكويت حراسه المرمى احمد طرابلسي، خط الظهر صالح عبد الله، حسين العسعوسي، عبد الله العصفور، عيسى الجساس، خط الوسط ابراهيم دراهم، محمد سلطان اللي استبدل بمحمد ندر، لعبوا بس اثنين وسط 4-2-4. خط الهجوم احمد النيدي وشحته عبد الحميد الحماد. عبد الحميد الحماد اي هذا كل ما ذكره ذكر سانتوس. ايه. هذا اللي هوش ترى على جاسم. اي صحيح. جواد خلف اللي استبدل بفايز مرزوق وحمد محمد. هاي التشكيله فايز. يعني هني ابراهيم دريهم لعب نص ولعب وسط مع طال عمرك محمد سلطان، ومحمد سلطان بدلوه في محمد ندر. طبعا يعني هذا بخصوص المباراة فهد. يعني ننتقل الى خبر اخر. اليوم لقاء انجلترا والمانيا الثاني في بطولة دول اوروبا. انا احب الفترة هذه. هذا لاعبو انجلترا والمانيا اي في بطولة دول اوروبا. اليوم تقابل فريق المانيا الغربية وانجلترا لكرة القدم في اللقاء الثاني والحاسم لبطولة اوروبا بعد هزيمة انجلترا في المباراة الاولى وفي عقر دارها 3-1. وستكون مباراة صعبة بالنسبة لإنجلترا إذا لابد لها من الفوز بعدد كبير من الأهداف. يعني تستطيع دخول دور الأربعة. صحيح. هني فازت ألمانيا. إيه. وتأهلت ألمانيا للمباراة النهائية، وفي المباراة النهائية أعتقد غيمت في بلجيكا. نعم. أعتقد. هذا طبعاً. فازت فيها بالمباراة النهائية على روسيا كنا 3-0 أو 4-0. 4-0. هذا طبعاً باكنباور ليبرو فريق ألمانيا الغربية وأحسن لاعبيها. رأسه فوق والكرة بين رجليه والخصم من خلفه. هي في الفترة هذه بيكنباور قبل يأخذون كأس العالم اللي بدع فيها. صحيح. 72. 72 أو فترة السبعينات كان يعني النجوم البارزين في أوروبا. نعم. بيكنباور ويوهان كرويف. نعم. طبعاً هني هذه لاعبان إنجلترا ميدلي وشيفرز بعد هزيمتهم 3-1 في المباراة الأولى من ألمانيا. صار التجوري بارزين. نكمل الصبر شايك. توقع. هذا الهدف الأول لألمانيا سجله اللاعب الناشئ هونس 20 سنة. هذا قولتش إنجلترا. حلوة الصورة. هونس. صار رئيس نادي بايرن ميونخ. إيه. صفحة واحدة يمكن هنشوف يمكن في صفحة ثانية رياضي. لا صفحة واحدة. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد عبد الجليل. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.